طيب احنا النهارده هنبدأ في الاوز بيف صح كده ولا ايه؟ خلاص احنا انا حاجة جاهز. واحد. احنا النهارده كده فاضل الجامعة عشان الرياض. احنا ابتدينا 18 في 8 تقريبا. معاذ، معاذ فين؟ أحمد شمس عبد الرحمن سويدل، أدهم سويدل فين؟ فيرجن 3 ده مع الأي فيرجن 6، إحنا عندنا فيرجن 2 بتاع الأي فيرجن، وفي منه حاجة اسمها سنجل أريا ومالتي أريا، إحنا علينا سنجل أريا، عشان كده كاتب لك سنجل أريا أوبس بي إف فيرجن. وخلاص كده خلص. وخلي بالكم عشان سمستر 2 تقريبا كان فيه اغلب العالم من اول الفيلانس انتر فيلان راوتنج اس تي بي ايثر شانل سكيورتي لو بورت سكيورتي دي اس بي سكيورتي ودايناميك ارب انسبكشن واس تي بي سكيورتي بعد كده وايرلس كونسبت وايرلس كونفيجريشن كده راوتنج كونسبت كده ستاتيك راوت اغلب العمل كان في كده 3 يعني تقدر تقول نص او اكتر من نص عمل اكتر من نص وشويه عمل بس العمل بتاعه مؤثر قوي 3 يعني مواضيع العمل تقيل فيها شغل فيها كلام سريعا استعرض معاك اللي فاضل لنا في العمل في 3 فاضل لنا او اس بي اف طبعا كونسبت كونفجريشن فاضل لنا اكسس كنترول ليست ودي سكيورتي على مستوى لير 3 تمام بانواعها ستاندرد اكستندد ونيمت وفاضل لنا كمان النت النتورك ادرس ترانسليشن بانواعه ستاتيك نت دايناميك نت بات وفاضل لنا شابتر اسمه نتورك مانجمنت هناخد فيه بروتوكولات كتير مواضيع صغيره كده بس كتير زي سيسلوك سيرفر اي تي بي سيرفر ال ال دي بي سي دي بي باسورد ريكفري اس ال ال بي ده كده عملنا تمام النهارده ان شاء الله هنتكلم بقى على الاو اس بي اف. والاو اس بي اف احنا قلنا ان احنا لو عندنا اكتر من راوتر راوترين وطالع مش هيكلموا بعض الا يعني كل راوتر بيشوف دايركتلي كونكتد نتوركس بس الشبكه المباشره بيحطها في الراوتنج تيبل بحرف السي كونكت وشكرا لك. طب الشبكه البعيده يا عم اللي ورا الراوتر اللي جنبك لا دي هتعمل حاجه من اثنين اللي هم عشان الراوتر يشوف الشبكة البعيدة عشان يشوف الشبكة البعيدة نعمل حاجة الاثنين اللي هي أقول أيوة يعني شغل الستاتيك راوت ده دايناميك راوت عشان الراوتر يشوف الشبكات البعيدة لازم أشغل يا ستاتيك راوت هكتبه بإيدي يا دايناميك راوت والدايناميك راوت دي بتطلع
الانتيريور والاكستيريور. الاكستيريور ما فيش غير البي جي بي والجي بي. الانتيريور عينتين ديستانت فيكتور و ليك ديستانت فيكتور زي الريب والار جي بي. ليك ستيت زي الاو اس بي اف والاي اس اس. وقلنا حتى كمان ان كل بروتوكول بيختار افضل مسار بناء على حاجه اسمها المتريك. والمتريك دي هي مختلفه مع كل راوتر وبروتوكول. او القفزات اللي بيعملها. طيب مع الكوست. الكوست هو اللي بيستخدمه الوسط. الوسط بي اف بروتوكول بروتوكول لذيذ في كونسبت حلو لازم يتفهم ماشي. من مميزات الاو اس بي اف اللي احنا اتكلمنا عليها انه يقدر يران على عدد كام راوتر؟ 16 17 طيب الاو اس بي اف بيقدر يشتغل على عدد لا نهائي من الراوتر. اوكي صديق كان بيشتغل على ماكسيمم 16 اما الاو اس بي اف بيشتغل على عدد لا نهائي من الراوترز. طيب بس عشان يشتغل على عدد لا نهائي من الراوترز هو بيعمل حاجه اسمها هيراركال ديزاين. الشبكه بتاعتك قد تكون متوصله بطريقه كده مثلا. المهم بس هو ده شكل يعني ده شكل الكابل السلك. الشبكه كده بالشكل اللي احنا بنسميها فلات نتورك. فلات نتورك شبكه مسطحه ما فيهاش شغل يعني كل الموضوع زي بعض. لكن الكروس بي اف ما بيشتغلش بالشكل ده. لو انت عايز تشغله على عدد لا نهائي من الراوترات فيبقى لازم تعمل له حاجه اسمها هيراركال ديزاين او شكل هرمي. التوبولوجيز او الديزاين اللي بيشتغل عليها تقدر تختلف على حسب الحاله. انا هعرض لك اكبر توبولوجي. القاهرة فرع في القاهرة في 50 راوتر، فرع في اسكندرية في تيوم، فرع في دياب، فرع في الجيزة، فرع في الإسماعيلية، وعايز تعمل كل دي شبكة وسط تحسب لها عدد الاوتارات معدي من 1000. عشان الوسط يقدر يشتغل على عدد كبير. طيب وعلى فكره هو في الواقع العملي انت عمرك ما تقدر تشغل الوسط على عدد لا نهائي. هو الوسط بيقول ان هو يشتغل على عدد لا نهائي. ده حقيقي وهو مش هيعتمد. بس خد بالك ان كل ما الشبكه بتاعتك كبرت كل ما في حاجه كبرت في الراوتر. ايه؟ صح ده؟ جميل. كل ما الراوتنج تيبل المسارات كتير. ما انا بدل ما كنت بروح ل 10 مسارات 10 مسارات بروح ل 700 فالقصه كبرت. طيب وعشان كده هنعمل حاجه اسمها سوبر نتنج ان شاء الله. ازاي نضغط المسارات دي؟ مسار واحد كل مجموعه مسارات شبه بعض نقدر نضربهم كده في الخلاط نخليهم مسار واحد بيعبر عليهم عشان نقلل الراوتنج. الراوتنج كل ما كبر كل ما احتاج ايه؟ بروسيس. طيب انت بتقول لي ان الروس بيف يشتغل على عدد لاهي الراوتر. هو مش هيقول لك لا هو موافق. هو موافق بس فين بقى الراوتر اللي يستحمل الراوتنج تيبل بتاعه؟ ما هو الراوتنج تيبل ده عايز بروسيسنج فكل بروسيسور ليه ليميتيشن مش هيقدر يجيب بعد.
حلو؟ ففي الواقع العام ما تقدرش تجيب عدد ده نهائي. ليه؟ هات لي الكروس دي تقول لك بس هات لي راوتر يستحمل. هات لي راوتر يستحمل. فمهما جبت راوتر يستحمل الراوتر دي اخر مش هيقدر يشيل عدد اكبر من كده في الراوتنج تيبل يعمل بروسس. دي الفكره. فيفضل ان انت لو تشغل روس نت على شبكه كبيره تجيب راوترات جامده. جامده من ناحيه البروسس. خلاص؟ طيب البنيه الهرميه احنا قلنا عندي فرع رئيسي في القاهره وعندي فرع في اسكندريه. فانا هبدا في فرع القاهره. فرع القاهره ده اهو احنا بنسمي كل فرع شباب اريا منطقه منطقه عمل تمام عشان يبقى في نظام. ففرع القاهره ده كايرو وده سنترال برانش او مركز الرئيس بنديله اريا زيرو دايما ده اريا زيرو غرفه العمليات صفر اريا زيرو تمام. وده بيكون في راوتر ستار بس بيكون في راوتر مهم قوي كبير كده مش عارف ليه كلها خربانه دي بيكون في راوتر اهو. الراوتر ده بنسميه الباك بون راوتر. باك بون راوتر. وعلى فكره الاريا زيرو دي بنسميها الباك بون اريا. كلمة باك بون يعني جذع شجرة صح؟ هو بيتقال على الحتت اللي في النتورك اللي بتشيل أكبر كمية داتا اللي هي الحتة اللي لو وقعت دي من الوقعة خلاص خلصت. فالاريا دي خلي بالك هي اللي تربط الاريا كلها تحت اللفة يعني كل الاريا فبتربط من خلالها فكل الداتا لازم تعدي عليها مش كده سموها الباك بون هنا. والراوتر ده بيكون راوتر ده اللي بيربط كل الاريا بعض. فده لو وقع كل الفروع ما بتتكلمش بعض خلصت. مش كده ده المجبور راوتر. فافهم كده من معايا مفاهيم اللي انا هقولها لك. الاريا زيرو دي الاريا الرئيسيه اللي هي غالبا بتاعت المركز الرئيسي. الراوتر اللي فيها الكبير بنسميها طبعا المجبور اريا. الراوتر اللي فيها الدور الفروع بعض اسمه باك بون راوتر. طيب امال الفروع فين؟ الفروع اهي تحت. ادي فرع اسكندريه. عندي دي اريا واحد بقى دي اليكس مثلا اوكي وادي اريا اثنين وادي اريا ثلاثة مثلا اعتبرهم بقى اسكندريه دمياط الجيزه اي حاجه ماشي. كل اريا من دول جوه منها 50 60 70 واحد بتوع المحافظه تمام مطورين بقى كده متوزعين في كل كل اريا. طيب قال لك كل اريا بيبقى فيها راوتر هو المسؤول عن ارتباط الاريا دي بالاوتسايد ارياز. الراوتر ده بيكون على الايدج او على الحفر بيكون في الحته دي كده. والراوتر ده ما بيتمش اختياره بالالتفات.
من الانخلاد، بس هيحصل انخلاد دلوقتي اهو. ده الراوتر ده ملوش دعوه بالانخلاد، الراوتر ده ساعتها بتجيب وتحط ايدك، ده اللي هيطلع لي بره. ما هو اخر راوتر فانا حاطه بايدي ما فيهوش انخلاد. كل دول مجمعين في راوتر واحد عشان نعم؟ كل دول مجمعين في راوتر واحد عشان يجمع في مركز الرايت. لو الاريا دي حابب تتكلم الاريا دي او الاريا دي او اي اريا المعلومه لازم تطلع ده من غير الفرق بس. وهنا كاميرا بالشكل الكبير قوي ده خلي بالك، هو ممكن يرتبط بالاريز تانيه لو مفيش باك بون، بس انا هجيب لك الشكل الكبير خالص وبعدين ممكن اقول لك الامثله على حركات صغيره. الشكل الكبير ده يبقى ده هيروح هنا وده هيروح هنا وده هيروح هنا عشان يبقى الباك بون اريا هو اللي بيربط الترومبا. فالفرع ده حد بيكلم الفرع ده لازم يكلمه عن طريق ايه؟ الباك بون. الراوتر اللي على الحافه ده بنسميه اريا بوردر راوتر، اي بي ار. اي بي ار اريا بوردر راوتر اي بي ار اي بي ار. يبقى احنا كده بص خدنا كام مصطلح ومفهوم. طبعا الشكل ده كده خلي بالك اسمه مالتي اريا، احنا اللي علينا نمسك الاريا واحده، يعني علينا نمسك واحده ونتكلم جوه اللي بيحصل تمام. بس انت حاجه كده لو حبيت تزيد معلوماتك، وطبعا مالتي اريا دي في السي سي بي هتلاقي فاضل لك عشان تربط مالتي اريا اللي هو اللي انت عملته بنعمله في اريا ثانيه وبامر راح تربطه في بعض. فالعمليه عميقه يعني ايه اي بي ار او الاريا بوردر راوتر، يعني ايه مفهوم الاريا ويعني ايه اريا زيرو؟ يعني ايه اكتر حاجه تهمني هي الاريا الرئيسيه. كلام جميل. ناقص ان اقول لك ان كل اريا بيحصل فيها انتخابات داخليه عشان يختاروا راوتر. راوتر دي بين انتخابات راوتر بنسميه دي ار والبي دي ار اعتبرهم جوه كل اريا. طبعا دول بيبقوا واصلين بايه؟ كل راوتر ده بي دي ار وده دي ار. طب دلوقتي ايه؟ لسه ما فيش حاجه لحد. انا قلت بينتخبوا راوترين، واحد اسمه دي ار وواحد اسمه بي ار. هقول لك بقى والله حاليا لو في اول نص ساعه عايز اجيب لك كل المصطلحات اللي انت لازم تدخل عليك عشان نبدا اوس فيكو. مش هينفع ابدا اوس فيكو انت ما تعرفش يعني ايه دي ار ولا بي دي ار ولا اي بي ار ولا اي زيرو. ده لازم الدي ار اختصار لديزيجنيتد راوتر، والبي دي ار باك اب ديزيجنيتد راوتر. يبقى ده باك اب كذلك هنا هتلاقي في دي ار وبي دي ار وبرضه مربوطين بكل حاجه. ده دي ار وفي دي ار كذلك هنا نفس الموضوع. دي ار وبي دي ار بيعملوا ايه؟ ايه عباره عن ايه الانتخابات اللي بتحصل؟ احنا عايزين نعرف. قال لك لو ما فيش حاجه اسمها دي ار وبي دي ار هقول لك ايه المشكله اللي بتحصل وده السبب او الدافع اللي خلانا نعمله حاجه اسمها دي ار وبي دي ار. ساكتين كده. قال لك لو مفيش دي ار ودي ار في مشكله كبيره هتحصل في موضوع الابديتس. تعالى مثلا يعني الدي ار والبي دي ار، الدي ار ده بينظم حته الابديتس اللي بتحصل. بس احنا دلوقتي خلاص دايناميك الراوتر دي بيتكلم مع بعض. انا عندي شبكه ضغط او شبكه اتحذفت هبلغ بيها ايه؟
باقي الشعب. فدي وظيفه الديناميك، ان لو حصل اي تغيير اي تشين هم بيمنعوا بعض. عكس الستاتيك، ان انا لو عملت مسار والمسار ده حاجه اتغيرت لازم احذفه وارجعه مره جديد بناء على المسار الجديد. هم بيمنعوا بعض. فلو اشتركت ان مفيش جي ار وجي ار عشان بس اقول لك خيركم، والراوتر ده مثلا محطوط هنا بشبكه معينه ولا حاجه، الشبكه دي داون. فالمفروض هو بيقول لكل الراوترات اللي هم دي لانه عندي شبكه واحد. بيقول لي النيت بوكس بتوعي الجيران عندي شبكه واحد. طيب يعني ايه جيران؟ جيرانه يعني ايه؟ اللي هو سفير. جيرانه يعني رقم واحد التجار. اقدر اقول على الراوتر بجاري نيبورز ليا، وخلي بالك ترى نيبورز ليا يعني هتبادل معاه معلومات الراوتنج ليبل بتاعتي. يعني مش هيبقى في ما بيني وما بينه اصلا. ترى بجاري كروس بي اف يعني كل اللي واقع هو كل اللي عنده يعني. عشان اللي مش عارفني هعرفه منه، وهو اللي مش عارفه يعرفه منه. انا اقول له كل اللي ورايا وهو يقول لي كل اللي ورايا. تمام؟ طيب امتى اقول على راوتر جاري؟ انا بكل بساطه لو كان دايركتلي كونكتد لازم يكون جاري متصل بجهاز الصمود داون شارت. اللي لكن جاري يبقى لازم دايركتلي كونكتد معاه، دي اول شرط. هل يكفي الشرط؟ لا ما يكفيش. رقم اثنين لازم يكون عليه او اس بي اف زي بنفس الكونفجريشن. في البارامترز بتاعتي على او اس بي اف 1 يبقى او اس بي اف 1. في بعض البارامترز لازم تتشابه كده يبقى دايركت. هتفهمني؟ يبقى رقم واحد لازم يكون دايركتلي كونكتد. رقم اثنين لازم يكون ذا سيم بارامترز في او اس بي اف بتاعتي. يعني انا لو عندي دلوقتي اول شرطين عشان يبقى ضاري. دايركت كونكتد وعليه نفس الاوس بي اف اللي عليه. خلاص؟ وطبعا بعد ده ان هو ضاري قصه كبيره بقى هنتبادل الراوتنج تيبل مع بعض وهنتبادل حاجه اسمها الداتا بيز ديسكريبشن. هقول حاجه كتير تحصل ما بيني وما بينه. ويحصل ما بيني وما بينه عشان يبقى ضاري حاجه اسمها ادجيجنسي علاقه. لازم ينشئ الاوس بي اف علاقه ما بين الراوتر والجيران ده كمان بيعمل لهم اسمه الرابتنج تيبل. حلو؟ قلت لك ان الاوس بي اف الوحيد اللي بيزيد جدولين عشان يشتغل. جدول بيسميه النيبر تيبل، جدول بيسميه التوبولوجي تيبل، وفي الاخر الرابتنج. يعني الجيران دول بكثر اهميته بالنسبه لي معلوم جدول. التيبل بيعمل بداتابيس. وكل تيبل ليه داتابيس مبنيه عليه. يعني الراوتنج تيبل ده اصلا ليه داتا بيس اسمها فورورد داتا بيس. ادجيجنسي داتا بيس. هنشوف يعني الاوس بي اف في ثلاثه تيبل مش تيبل واحد. تعالى اوريهم لك بالمره قبل ما اكمل. لا ده رقم انا بديه للاوس بي اف بيبقى فيه عارفه لما اعمل بول مثلا دي اس بي بول نتورك 1 وتاني دي اس بي بول بس خلي بالك انا بديك مثال بس يلا يعني.
لكن انا اقصد في الاخر ان في اختلاف ما بين الاعدادات هنا وهنا. يعني ده جاست اكزامبل بسيط لكن الموضوع اكبر من كده، بس استني عليا قوي. بص كده معايا، انا عايز اوريك الثلاثه تيبل اللي بيعملهم الاوسبي او ثلاثه تيبل، نيبر تيبل، توبولوجي تيبل، راوتنج تيبل في الاخر. وكل تيبل قائم على داتابيس. يعني ده ممكن تقولها باسم التيبل او باسم الداتابيس نفس المعنى. adjacency database يبقى اقصد بيها النيبر تيبل. لينك ستيت داتابيس ال اس دي بي يبقى اقصد بيها التوبولوجي تيبل. فوروردنج داتابيس اقصد بيها الراوتنج. كل تيبل من الثلاثه دي مهمه وليه وظيفه. النيبر تيبل بسجل فيه جيراني النيبرز بتوعي اللي عامل معاهم adjacency او علاقات، فبيقول لك ليست اوف اول نيبر راوترز to which a router has established bidirectional communication. يعني عمل علاقة ثنائية رايح جاي في الاتجاهين، أنا أديك وأنت ترد عليا تديني اللي عندك، أنا هديك معلومات دي الباي دايركشنال علاقة ثنائية الاتجاه، مش أنا أبعت لك وأنت ما تردش عليا وما تبعتليش حاجتك، لا. فده النيبر. This table is unique for each router. أكيد التيبل ده مختلف، يعني كل راوتر عنده تيبل مش متشابه مع التانيين، صح؟ يعني انا دلوقتي لو ساكن في الدور الثالث يبقى النيبرز بتوعي مين؟ اللي ساكنين في الرابع وساكنين في الثاني، انا في الثالث يبقى الرابع والثاني، صح؟ طب لو واحد ساكن في العاشر هيبقى النيبرز بتوعه مختلفين عنه، كل واحد فيه اللي في العاشر ده يبقى ال 11 وهكذا. يعني اذا التيبل ده مش متساوي في كل الراوترات، ده مختلف على حسب موقع الراوتر والجيران اللي حواليه. خلاص؟ عشان كده هو بيقول لك this table is unique for each router. Can be viewed using show IP OSPF neighbor. ده الامر اللي بيظهره. فاحنا شغالين عملي؟ فكروني ان شاء الله نظهره مع بعض. Show IP OSPF neighbor. هيوريك الجدول بتاع الجيران. وطبعا لما اعمله في راوتر واروح اعمله في راوتر ثاني الاقي نتيجه مختلفه. لان جيران ده غير جيران. ده هو التيبل. جدول والاو اس بي اف هو البروتوكول الوحيد اللي بيعمل التيبل. مفيش حد بيعمل جيران وتيبل زي الاو اس بي اف. طيب التيبل الثاني اسمه توبولوجي تيبل وده بيميز الاو اس بي اف. خلي بالك. حد فاكر التوبولوجي تيبل او اللينك ستيت داتا بيس بيحتوي على ايه؟ يعني بيحتوي على ايه التوبولوجي تيبل؟ كنا قلناها. بيحتوي على كل المسارات المتاحه لكل الديستنيشنز. حتى احنا قلنا نجيب مثلا ما عندوش غير الراوتنج تيبل، هو الراوتنج تيبل بيحتوي على ايه؟ افضل مسار فقط له. الراوتنج تيبل يا شباب ما بيحتويش غير على مسار واحد. حتى لو انا بيني وما بين الديستنيشن ده سبع ثمان مسارات، اللي بيتسجل في الراوتنج تيبل افضل مسار فقط، ما بيحطش حاجه ثانيه. مسار واحد فقط يوصلني على الديستنيشن. الاو اس بي اف قال لك لا، ما هو انا كده لو انا عملت راوتنج تيبل بس زي رؤيتي للشبكه هتبقى رؤيه منقوصه. ليه؟ لان انا شايف كل ديستنيشن من مسار واحد بس، مع ان هو في سبع مسارات ما بيني وبينه. فانا اعمل ايه بقى كاو اس بي اف يميزني؟ انا احط السبع الثمان مسارات دول في التوبولوجي وبعدين اختار افضل مسار احطه في راوتنج تيبل. فيبقى انا عارف افضل مسار ولكن حاسس وفاهم ان في بدايه وفي بدايه كتير. فانا عندي وجهه نظر اعم واشمل للريب. فاهمني؟ الريب لو شايف مثلا مسار انا شايف سبعه. انا عارف ان ده افضلهم وده اللي بفورورد بيه، بس شايف ان في سته بدايه. وبعد الريب لو المسار الاساسي ده وقع يعمل ايه؟ بيعيد حساباته من تاني فروم زيرو عشان يطلع افضل مسار. انا مش هعيد حساباتي من تاني. انا ممكن تاني افضل مسار انا شايفه، فحساباتي هتبقى ابسط. تمام؟ وده بيميز الاو اس بي اف ان عنده حاجه اسمها انتاير فيو، رؤيه كامله شامله للشبكه. فعشان كده بيقول لك التوبولوجي تيبل مالها بقى ليست انفورميشن اباوت اول other routers in the network. كل المسارات اللي توديني لكل راوتر.
The database represents the network LSDB. Have identical LSDB. ده الجدول دوت موحد ما بين كل الراوترات في نفس الايه؟ لان هو بيحتوي على كل المسارات المتاحه لكل الحتت جوه نفس الايه؟ يبقى كله موحد داخل الراوترز داخل نفس الايه؟ خد بقى الجدول ده هو جوه كل الراوترز بس بشرط يكون جوه نفس الايه؟ شو اي بي او اس بي اف داتابيز. يعني افهم من كده ان جوه نفس الاريا لو عملت الامر ده في اكثر من راوتر النتيجه واحده؟ نتيجه واحده. طيب اخر حاجه الراوتنج ميتين احنا عارفين بتاع شو اي بي راوت بنشوفه اهو حتى بشو اي بي راوت ده بيبقى فيه ايه؟ ليست اوف راوتس مساراتي generated when an algorithm is run on the link statements. في الحالة بتاعت الـ OSPF في عندي أول ما بتشتغل بتحسب أفضل مسار بناء على الكوست وبتجيب أفضل مسار. الألغوريزم دي على فكرة يا شباب في الـ OSPF اسمها سهل جدا دايجكسترا. اسمها كده دايجكسترا ده اللي عملها دايجكسترا زي مين؟ حماد دايجكسترا. دايجكسترا ده اسم الراجل اللي عملها وساعات بنقوله على الالغوريزم هي كمان دايجكسترا بس اسمها اس بي اف. اسمها اس بي اف شورتست باس فيرست اسمها اس بي اف. بص حتى اول ما كتبت دايج فاهم دايجكسترا الوريزم اهو ده الحاج دايجكسترا هو اللي عمل الالوريزم دي فهم سموه دايجكسترا بس هو اسمه تمام؟ اسمه سهل زي حماده بالظبط زي حماده دايجكسترا تمام؟ بس حماده بتاع عمره دايجكسترا هو اللي عمل الالغوريزم دي بص حتى اسمها ايه؟ دايجكسترا شورتست باس فيرست او شورتست باس الغوريزم اسمها اس بي اف ده الاسم المظبوط اس بي اف شورتست باس فيرست الغوريزم. ودي عباره عن ايه؟ عباره عن ان هو بيرسم زي تري او شجره ما بيني وما بين الديستنيشن من المسارات اللي بتوصلني على الديستنيشن وكل مسار بيتكتب عليه كوست ويبدا يختار اقصر مسار في كوست فدي التري اللي بيعملها شورتست باس فيرست. طب باي ذا واي كده على سيره الراجل الطيب الجميل ده الالغوريزم اللي عملتها الحاجه الثانيه اسمها ايه؟ راديو بيرلمان بتاعت الاس الاس تي بي كان اسمها ايه؟ كان في واحده اسمها راديا برنمان عملت بروتوكول اسمه ستاندنج تري بروتوكول وظيفته ايه بيعمل ايه على الشبكه؟ هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل ايه؟ انا اللي بعمل انا اللي بعمل باك اب انا بعمل ريدندنت وبعمل باك اب عشان الشبكه بتاعتي تكون افضل. هو بقى بيعمل ايه الاس تي بي؟ يمنع اللوب يمنع اللوب على مستوى الليفل تمام؟ كلمة لوب بقى دي ليها معنى كده بيمنع اللوب، اللوب ان الداتا تلف يعني بيبريفنت لاير 2 لوب. اما الريدندنت دي انا اللي بعملها والباك اب ده انا اللي بعمله بس لما بعمله بينتج عنه حاجه اسمها لوب فهو بيمنع اللوب. طيب الست الطيبه دي عملت الجوريزم اسمها ايه؟ حد يفتكر؟ اسمها سهل قوي قريب من اسم البروتوكول قول يلا تركيا ده ايه والله لو سمحت جي كده خلاص خلاص انا اقول اسمها اس تي اي اس تي اي سبانينج تري الوغاريتم
بس اس تي اي سبانينج تري الجوريزم. ده كان اسم البحث بتاعها اللي عملته في الثمانينات، البيبر اللي عملتها اللي بناء عليها الاي تريبل اي اخذت البحث وخلت بقى اس تي بي او سبانينج تري بروتوكول ونزلته للاي للنور. اما هنا الاسم المميز او دايجكسترا وعمل الجوريزم اسمها اس بي اف شورتست باس فيرست. خلاص كلام جميل. طيب نرجع للرسمه الجميله بتاعتنا اللي بنقول فيها ان الدي في عندي حاجه اسمها دي ار او ديزنيتد دروب. ايه وظيفته؟ قال لك مسؤول عن الابديتس. طب يعني ايه مسؤول عن الابديتس؟ اتمنى تركز معايا ال10 دقايق الجايين. يعني ايه دي ار مسؤول عن الابديتس؟ قال لك من غير الدي ار اوكي لو حصل، اعتبر مفيش حاجه اسمها دي ار وبي دي ار. لو حصل ان في شبكه داون هنا، فالراوتر اللي حصل عليه الشبكه الداون دي بيبلغ مين بالمعلومه الجديده دي؟ بيبلغ مين بيها؟ الشبكه دي ار. اعتبر مفيش دي ار ولا بي دي ار، هيبلغ مين بيها؟ جيرانه. جيرانه مش جار واحد بقى. في التشبيكه اللي انا عاملها دي هيبقى ليه خمس ست سبع جيران مثلا، فبيبلغ بيها جيرانه بالمعلومه الجديده. وكل جار بياخد المعلومه بيعمل ايه؟ بيبلغ جيرانه. بيبلغ جيرانه لحد ما المعلومه دي تكون عند كل الناس. صح كده؟ دي بقى كارثه. ليه بقى اللي انا قلته ده كارثه؟ لان انت لو عندك، هي الفكره في ان كل ما كانت الاريا فيها راوترز كتير، كل ما بعد كده هتلاقي كل راوتر بيستقبل نفس المعلومه 50 60 مره من جرب الناحيه دي، هيستقبلها من جرب الناحيه دي، هي نفس المعلومه بمعنى اهو واحد تاني. انا هنا عندي شبكه دوري، هبلغ جاري اهو. طب جاري ده هيبلغ مين؟ جيراني. ده وده وده دول جيراني صح؟ طب ده هيبلغ مين؟ اعتبر ده موصول بيه ده. ده هيبلغ مين؟ هيبلغ ده وده وده هيبلغ ده. بص ده خدها كام مره؟ واحد اثنين ثلاثه. كل مره بيعملها بروسس تاخد من مجهود ووقت. كل ما كانت حاجه كبيره هتبص تلاقي على فتره معينه الراوتر الواحد بيستقبل نفس المعلومه 70 80 مره. وكل مره بيعمل بروسس وفي الاخر يقول لي ده يعني ده انا وقعت عليه. كده الموضوع صعب. هيتقل الشبكه وهتبقى كارثه. فالحل ايه؟ قال لك الحل في الدي ار والبي دي ار. هو الحل في الدي ار يعني الدي ار ده عشان لو الدي ار وقع ده يخش مكانه بس. الدي ار وظيفته ايه؟ تنظيم عمليه الابديت. الدي ار ده هيقوم قايل للراوترز داخل الاريا ايه؟ يا جماعه اللي عنده ابديت ما يبعتوش للجاي. ماليش دعوه، ماليش كلام بقى. ابعت لي انا. ابعت لي انا الابديت بتاعي. وانا اوزعه على كل الناس انسايد ذا اريا مره واحده. يبقى كده ضمنا ان الابديت وصل لكل الناس مره واحده. حد فاهم انا عايز اقول ايه؟ يبقى اذا وظيفه الدي ار استقبال الابديت من اي حد عنده ابديت. اي حد عنده ابديت ما يبعتوش لهاني. وانا هنا بتكلم على ابديت بس مش على معلومات. على ابديت بس. لو ابديت ما تبعتوش لهاني. ابعته لي انا. وانا هبعته لكل الناس مره واحده. كده حصل تنظيم. وانا عشان انا مهم ومفيش غيري جوه الاريا فهعمل باك اب ليا مش هيبقى لي اي لازمه غير لو انا وقعت، لو انا وقعت خشوا يبقى هو دي تمام؟ كده اتفهم وظيفه الدي ار؟ طيب وقال لهم حاجه كمان جميله. قال لهم اي حد عنده معلومه واضح ان الكاميرا تعبانه خالص. يبقى وظيفه الدي ار مسؤول عن الابديت. مسؤول عن الابديت في الشبكه. اي حد عنده اي ابديت يبعته للدي ار والدي ار يبعته لكل الناس.
عشان ننظم الدنيا داخل الاريا. اما الاي بي ار مسؤول عن تواصل الاريا دي مع الارياز التانية. هو اللي على الحافه، هو اللي على الايتش، اللي بيطلع هو اللي بيطلع اي معلومه داخل الاريا لبره، او العكس بيستقبل اي معلومه من بره يدخلها في الاريا. خلاص؟ تمام؟ هي دي المعلومه اللي انا عايزها. طبعا الكلام ده كله تقريبا هو اللي انا عمال اقول فيه، بس كاتبه انا، كاتبه هنا، ما تقلقش. All routers in the area send update to designated router as a multicast على 224.0.0.6، و the designated router sends update to all routers by 224.0.0.5. ركز معايا، في بعض البروتوكولز بتستخدم عمليات البرودكاست زي ريب. ريب فيرجن 1 بيستخدم البرودكاست لما بيعمل ابديت. اما الاو اس بي اف بيستخدم المالتي كاست. فالاو اس بي اف حاجه لحد 239 ده كان فور ايه؟ مالتي كاستنج، صح؟ عمليات المالتي كاست. فالاو اس بي اف حاجز رقمين تليفون بدور 224.0.0.5 224.0.0.6. قال لك اي حد في الاريا عنده ابديت هيبعته على مين؟ على الدي ار، صح؟ على الديزجنيت. طب هيبعته على الدي ار ازاي؟ هيتصل بيه على التليفون، رقم التليفون بتاعه 224.0.0.6. يعني اي راوتر في الاريا هيبعت على رقم مالتي كاست 224.0.0.6، ده معناه ان هو رايح لمين؟ دي دي ار. ده رقم دي ار في الاو اس بي. الاو اس بي اف بروسس الرقم ده محجوز دي دي ار، هو ده الدي ار بيسمع عليه. فتتصل برقم تليفون 224.0.0.6 وتقول اللي انت عايزه. فالرساله دي مش هتروح لحد داخل الاريا الثاني غير الدي ار. خلاص؟ طيب الدي ار بقى لما يحب يبعت لهم كلهم، كل الراوترز داخل الاريا ليهم رقم تليفون واحد 224.0.0.5. يعني انا لو اتصلت برقم 224.0.0.5 كل الراوترز ترد عليا. الرساله دي هيستقبلها كل الراوترز بس بشرط داخل الايه؟ داخل الاريا. داخل الاريا كل الراوترز 224.0.0.5 الا الدي ار 224.0.0.6، ودول رقمين محجوزين للاو اس بي اف، مفيش حد تاني في الدنيا بيستخدمهم. وخد بالك الكلاس دي كله كده، كل بروتوكول حاجز شويه، الارب حاجز والاو اس بي اف حاجز والبروتوكولات التانيه كتير حاجزه. فخد بالك الرقمين دول تبع الاو اس بي اف، مفيش حد تاني في الدنيا يعرف يستخدمهم. خلاص؟ طيب كلام جميل. يبقى كده عرفنا فايده الدي ار والبي دي ار والاي بي ار والارياز والاريا زيرو والباك بون اريا، كل المفاهيم دي خلاص احنا عرفناها. طيب هو شرط الديزاين يكون كبير كده؟ لا، انت ممكن تشتغل على سنجل اريا بس. انا عامل في اسكندريه بس. فلو اشتغلت على سنجل اريا يبقى هنحذف بقى بقيه الارياز دي كلها، وداخل الاريا بتاعتي احذف حاجه، تتوقع ايه؟ الاي بي ار هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ خلاص مع السلامه. يبقى يبقى عندي الروترات بتاعتي بس اللي ما استغناش عنه هو ايه؟ الدي ار والبي دي ار. دول ما استغناش عنهم اني anyway. خلاص؟ ده لو كانت اريا واحده. طب ممكن يكون عندي اثنين اريا او ثلاثه اريا من غير باك بول؟ ينفع. متصلين ببعض اتصال مباشر. بمعنى ان انا ممكن الـ ABR يخش على الـ ABR مباشرة من غير باك بول. زي ايه؟
لا هنا متصلين بالبالكون، لكن بص كده راس ليه؟ راس ده اللي هو عندي يحيى اهي ويري اهي، عندي هنا اي بي ار وهنا اي بي ار. يبقى اي بي ار ده مع الاي بي ار اصبح بيكونكت الاثنين الى بعض. لا بس برضه مش فلات يعني اليتس ده ميني هرميه بشكل بس توبولوجي ده وممكن تلات مع بعض. ممكن الاي بي ار الواحد يكون اي بي ار الاثنين اليتس ببعض ازاي؟ راوتر اهو او اي بي ار اي بي ار في اثنين انترفيس ده داخل اريا اريا زيرو وده داخل اريا اريا واحد فاصبح راوتر واحد اي بي ار الاثنين مع بعض. فاهم؟ ما هو انا بقول لك مش كل ديزاين لازم يكون فيه مجنون، ده اكبر ديزاين ده لو شبكه كبيره او مركز رئيس فيه شغل كبير احتاج لكن لو كده ممكن اسكيب المجنون خالص والاتصال البشري. فممكن يكون كل اريا هاز اتس اون اي بي ار وممكن ذا سيم اي بي ار هو يعتبر اريا بدل راوتر من تو ارياز، ممكن الثلاثه كمان اريا ما تزعلش اريا اثنين. فدي كلها اشكال فاهمني؟ لكن اللي انا رسمته ده اكبر حاجه ممكن تتعمل، ده الهيراركي ديزاين كبير خلاص. طيب ايه تاني من المفاهيم اللي المفترض انت تكون عارفها قبل ما تشتغل في جو اس بي اف؟ مصطلح الديزيجنيتد راوتر او دي ار بيتم اختياره على حسب الانتخابات اللي بتحصل داخل، يعني انا مش بحطه بايدي زي الاي بي ار، لا ده انتخابات. بس طبعا انت عارف ان الانتخابات ممكن اتدخل فيه، لكن هي كانتخابات ليها انا اقولها لك دلوقتي، يا اما تتدخل انت عشان تزور الانتخابات دي لصالح راوتر معين يبقى هو الدي ار والبي ار. طيب ايه هي بقى الاشتراطات دي؟ قال لك يتم اختيار الدي ار على حسب الراوتر صاحب اعلى بريورتي. كل راوتر في الاوس بي اف ليه انترفيسز. خلاص يبقى الاوس بي اف شغال معانا بس. فكل انترفيس ليه حاجه اسمها باريوريتي. كل انترفيس على الراوتر داخل الاو اس بي اف دي باريوريتي. اعلى باريوريتي في راوتر موجود جوه الاريا هو ده الدي ار. اعلى حاجه يبقى ده الدي ار. ثاني اعلى حاجه هو البي دي ار. والباريوريتي دي رقم بيتراوح من 0 ل 255. هو باي ديفولت 1. باي ديفولت 1. انا اقدر ازوده. فلو انت حبيت تزور الانتخابات خش على البريورتي خليها 2 خليها 100 خليها 200 ياخدوه. هتفهم؟ يبقى البريورتي هراجع معاك كم بريورتي خدها في المنهج حتى الان وكانت الديفولت كام. طيب الاس تي بي موضوع الاس تي بي بتاع الحاج راديا بيرلمان كان فيه اثنين بريورتي، بريدج بريورتي وانترفيس بريورتي بورت بريورتي صح؟ كان على مستوى السويتش في بريورتي وكان ساعتها الاقل هو اللي بيتاخد الروت بريدج فاكرين؟ كان الديفولت بتاعها رقم كام؟ الديفولت بريورتي الديفولت بريدج بريورتي كان كام؟ مين هجيبها يبقى هداف لعيب يلا اهو هي هداف اهو هبعت كاس العالم قول طيب صح
32768 زائد 1 سيستم ايضا اللي هو البلان اللي هو لو 1 يبقى كلامك صح 32769 ده رقم البلان لان الاس تي بي بيشتغل في كل بلان على حته هو ايه الفيرجن الديفولت من الاس تي بي على السويتشات حاليا بتاعت سيسكو اللي يجيبها يبقى هداف تاني ده ياخد تسعة عالم ما الاس تي بي في فيرجنز صح في الاس تي بي في الار اس تي بي في البي في اس تي في الام اس تي وفي زيون بلس مع سيسكو اللي انا قلتهم دول بتاع الاي تريبل اي في فيرجنز زيون بلس 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 مع سيسكو بي في اس تي بلس ار اس تي بلس ها ار بي في اس تي مش ار بي في اس تي بلس ار بي في اس تي وام اس تي ده بتاع سيسكو مين الديفولت فيرجن الديفولت فيرجن على اجهزه سيسكو هو بي في اس تي بلس اللي هو بير بيلان سبانج تري بتاع الاي تريبل اي اسمها اس تي بي انستنس حتى قلت لك ان ممكن يكون سويتش رود بريدج بالنسبه لبلال وبالنسبه لبلال ثانيه مش رود بريدج لان بيتشاف على حسب البلال طيب احنا قلنا البريورتي الديفولت بريورتي بتاعت البريدج 32768 زائد 1 سيستم 1 طيب البريورتي الديفولت بريورتي بتاعت البورت كانت كام؟ قول يلا 118 كانت الديفولت بريورتي بتاعت البورت 118 طيب كلام جميل قوي وده بيفكرني كمان بموضوع خدناه في بريورتي تاني اسمه اتش اس ار بي زي الجيت واي للباك باك اب للجيت واي بتاعي حتى كان في ثلاثه رول يا اما اكتف راوتر يا اما ايه؟ نسيت الراوترز داخل الاتش اس ار بي جروب بياخدوا رول من ثلاثه يا اكتف وده اللي شغال ده فعلا اللي شغال يا اما ايه؟ الباك اب بتاعه اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ يعني انتوا ستنج اللي عمال تشربوها الخمره دي مش جايبه معاكم اجو مضروبه البتاع دي بتاع المضروبه هاتوا شويه بس بدلها خلاص او هات ميه تشعير عليك هتعمل شغل احسن من كده وبعدين من ساعه محمد رمضان عمل لهم الاعلان وانا بقول لك ما تجيبهاش ده اعلان وصمه طبعا وصمه بعدين تقريبا حسن شاكوش عمل صح؟ اه كل الناس المطربين اللي تقال بل عمل دي بقى الرول التانية لو جبتها صح انزل اشتري ستينج انا دلوقتي ما لا ما تشربش انت ما تشربش ستينج خلي انت شغلك لوحدك طيب الرول الثانية كانت ستاند باي اللي هو الباك اب والرول الثالثة كان اسمها الرول الثالثة اسمها ليسن الراوتر حاجة من ثلاثة تعالوا نقولهم تاني يا اكتف يا ستاند باي يا ليسن ليسن دي لو عندك خمس ست راوترات كلهم ليسن واحد بس اكتف واحد بس ستاند باي والباقي ليسن وكان في بريورتي حتى انا لما اعليها ياخدوه هو الاكتف وكانت بتتراوح برضه من صفر لحد 200 او شويه كانت الديفولت كام؟ صح جدع كانت الديفولت 100 هنا البريورتي الديفولت كام؟ واحد بص انا بحاول اربط لك المواضيع اللي شبه بعض ما تتلخبطش هنا البريورتي رقمها واحد الديفولت لكن انا اقدر عليها خلاص يعني افهم من كده تصدق انا اخش نفس الكلام معاك دايما افهم من كده ان البورت الواحد اللي اسمه جيجا 0 على 0 على 0 ركز معايا ممكن يكون ليه اكتر من بريورتي ممكن يكون ليه بريورتي 100 بريورتي 1 بريورتي 3 ورابع وخامس
على حسب المواضيع المختلفه. حد فعلا عايز اقول ايه؟ يعني الجيجا زيرو على زيرو على زيرو ده، واحد يقول لي قول لي البريورتي بتاعه كام؟ اقول له ده سؤال ما تسالش، لازم تحدد لي البريورتي بتاع اليونت بتاع البورت. قول برضه ما هو البورت ده ممكن يكون مشارك في اكتر من موضوع، مشارك في الاتش اس ار بي ومشارك في الاو اس بي اف وممكن مشارك في حاجات ثانيه. كل موضوع او كونسبت او مفهوم ليه بريورتي خاص بيه هو. فالبورت ده ممكن يكون البريورتي بتاعته 100 في الاتش اس ار بي وواحد في الاو اس بي اف. حد فاهم عايز اقول ايه؟ اوصل ايه؟ طيب على حسب الموضوع خلاص. فنرجع لكلامنا، الاو اس بي اف سيلكت ذا ديزيجنيتد راوتر دي ار، ومثل اللاب ده اللي هتبدا فيه تقريبا كل حاجه، كل حاجه مطلوبه. لا انت حاول تجمع لي 1000 يعني النور يكون واقع، بس تحاول تفضل مش هتخدم انت مش هتلاقي شغال كويس. او شوف في عندك ايه؟ مثلا ان شاء الله هو حد معدي نعم ليه؟ يعني لو حد معدي في حاجه زي كده عشان يحس ان انت مش انسان عادي حاله كده ايه حاله ذاكر حاجه في الفضاء في مكوك فضائي مثلا في حاجه فيبدا يحس ان انت حاجه مميزه فدي برضه ميزه خلي بالك. لكن انت لو مسكت كل مربع من دول على حته وقريتيه بالراحه هتلاقي كلام مش هتخش غير ما يشوف الراجل اللي معدي خالص. طيب طب ما تيجي نشوف اهو مربع اهو مربع، انا وريت لك مربع اهو فوق وطلع ساهل اهو. All routers in the area send the updates to designated router as a multicast على 224.0.0.6 ساهل اهو. The designated router sends the update. الدي ار والفيديو ار. حتى بص المربع ده مثلا اسمه دايجيت ستورا او اس بي اف الجوريزم از اس بي اف اور شورتست باس فيرست سهل. طب المربع ده وده بيهمني يعني اللي هو او اس بي اف بينتخب ازاي دي ار وبي ار؟ فبيقول لك سيلكت ذا ديزيجنيتد راوتر اللي هو دي ار ذا هايست اوف الاعلى. خدها معايا قاعده كل الانتخابات في المنهج الاعلى معانا الست يارز انت اس تي بي دي الاعلى، لكن بقيه الانتخابات اتش اس ار بي او اس بي اف اي حاجه هتواجهها هي الاعلى هو الافضل خلاص. طيب ذا هايست الاعلى في ايه؟ ذا هايست ذا راوتر انترفيس اوف هايست باريورتي، يعني البريورتي الاعلى بتاعت الانترفيس على مستوى الراوترات كلها. اعلى راوتر عليه انترفيس فيه اعلى باريورتي هو ده الدي ار. تاني اعلى واحد هو البي دي ار. الديفولت باريورتي واحد. خلاص كلام جميل. طيب اف ايكوال هو الطبيعي تكون ايكوال لان الطبيعي انا ما غيرتهاش، فالطبيعي كله بكام؟ ها؟ الطبيعي كله بواحد، انا ما دخلتش، هو لو انا دخلت هيتغير، لكن الطبيعي كله بواحد. طب الطبيعي كله بواحد هيختاروا مين؟ اف ايكوال نخش على معيار تاني او كريتيريا تاني هي ذا راوتر اوف هايست راوتر اي دي. كلام جميل قوي، مصطلح لازم افهمه، يعني ايه راوتر اي دي؟ اي راوتر في او اس بي اف لازم يكون ليه راوتر اي دي، اعتبر احنا كده احنا شغالين في شركه واحده بنتعامل مع بعض بالاي دي اللي احنا حاطينه على سلمنا. الاي دي ده ما فيهوش غير رقم. الرقم ده بيعبر عن كل حاجه. الرقم ده هو الراوتر اي دي. الراوتر اي دي ده عنوان الراوتر او المعرف ايدنتيفاير بتاع الراوتر بين الراوترات الثانيه اللي موجوده. يعني الراوترات شايفه بعض بالرقم ده. بس انا كراوتر عايز اكلمك بنادي عليك بالرقم ده. يعني ما ينفعش الراوتر ما يكونش عنده راوتر اي دي. ما بنشغلوش كيف ثاني. يبقى الاو اس بي اف الراوترز بيشوفوا بعض الراوتر رقم معرف او معدل عن الراوتر. تمام؟ انا لما انادي عليه بنادي عليه الرقم ده هو لما ينادي عليه بنادي عليه. اصلا يعني الرقم ده اساس. طيب كل راوتر هاز راوتر اي دي.
طيب الراوتر الجديد ده بقى الراوتر بيجيبه منين؟ هل انا بعمله بايدي ولا الراوتر بيعمله لوحده؟ هو عباره عن ايه؟ اولا هو عباره عن رقم زي الاي بي فيرجن بيتكتب على اربعه وقت. قد يكون فعلا الاي بي فيرجن او قد يكون رقم انا بختاره، يعني ممكن يكون كده مثلا 192 168 واحد تمام؟ او قد يكون رقم بنفس الشكل بس يعني كده 200 200 200 واحد 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 رقم على شكل اي بي، قد يكون رقم اي بي فعلي او قد يكون رقم انا عامله بس خلاص. ده الرقم بتاع الراوتر اي بي. الراوتر اي بي ده يكون الراوتر ياخده بطريقه من الاثنين يستخدم انا عامله. يا دايناميك في الطبيعي ان هو دايناميك. اول ما اتدخل اعمله ستاتيك. اعمله ستاتيك ازاي؟ بامر. اقول له انت الراوتر الاي بي بتاعك 200 دوت 200 دوت 200 دوت 200 عامل زي كده. وطبعا اكيد ده ما بيتكررش، ما بيعملوش راوتر يبقى الراوتر في حاجه ثانيه. لان ده المعادله بتاعته. فانت ممكن تعمله ستاتيك بامر. امر اسمه راوتر داش اي بي وتكتب الراوتر. طب لو انت ما عملتوش ستاتيك الطبيعي هو اصلا يكون دايناميك. دايناميك يعني ايه؟ يعني هو الراوتر هيعمله لوحده، بس الراوتر مش بيعمله لوحده. الراوتر بياخد اعلى اي بي عليه. شو الراوتر ده فيه انترفيس، فيه اثنين انترفيس، فيه ثلاثه انترفيس، ده عليه رقم وده عليه رقم وده عليه رقم. بياخد اعلى اي بي عليه. بس خد بالك من الترتيب الجاي ده عشان الترتيب ده مهم. هو الاول بياخد اعلى لوجيكال. لوجيكال بعد كذا اي دي حسب لا اي دي واحد اي دي واحد اهو بس هو بياخدهم من ضمن حاجتين في رقم واحد في البريورتي رقم اثنين اعلى اكتف فيزيكال انترفيس. يعني ايه؟ الراوتر بتاعي ده او راوتر اهو عليه انترفيس كده اسمه جيجا 0 على 0 على 1 جيجا 0 على 0 على 1 على 0 ده 192 168 1 1 ده 172 16 1 1 عكس كده معايا. فالراوتر دول اسمهم اكتف فيزيكال بلاش اكتف ما فيش حد اكتف يعني معمول له شغل تمام. دول فيزيكال انترفيس. يعني ايه فيزيكال انترفيس؟ يعني اقدر اشوفهم بعيني اجيب كم اركبه فيهم صح؟ فدول مبدلين دي لازم احط فيه كارت وشيل الكارت فاحس بيها كويس اللي هي رقم اثنين. لو مفيش رقم واحد انا اعتبر مفيش رقم واحد ولسه بشرحه. رقم اثنين هما الاثنين دول بيختار مين فيهم الراوتر عايز يجيب الاعلى يعني هياخد ده يبقى الراوتر قديم 192 168 واحد لان ده اقل ده 172 هتفهم يبقى بياخد الاعلى بس بشرط ان هو يكون الاعلى ده اكتف مش يعني مش معمول له شت داون. لو شت داون طلع بره معمول له شت داون يبقى طلع بره لكن هما الاثنين شغالين اخد الاعلى كويس. ده في البيزك بس في حاجه بتهم الهوست ايف اكتر من البيزك ولو موجوده ياخدها بغض النظر عن اذا كان في اعلى فيزيكال ولا لا. حاجه اسمها اللوجيكال. واللوجيكال انترفيس ده عباره عن انترفيس انا ما اشوفوش بعيني وما ركبش فيه الجنب. ده حاجه في السوفت وير انا بعملها بايدي وهميه. الهدف منها المشاركه في عمليات الاسره بس. طب بيتعمل ازاي؟ امر انت بتكتب كده انترفيس مش جيجا بقى 0 على 0 على 0 انترفيس لوب باك. وعشان كده انت لما تقول كلمه لوب باك تبتدي تلاقي الدنيا معنى انترفيس لوب باك وتدي له رقم 1 كنت قلتها للناس تحت منه كانت بتبقى اي بي ادرس غير انترفيس بقى مثلا 1 دوت 1 دوت 1 الناس في العمل بتاع ايه؟ بتاع الامتحانات؟ هاي ده فاهم اخر امتحانات عملناهم كويس حلوه وده الوقت هو اللي انت تفهمه. فده عباره عن لوجيكال انترفيس. لوجيكال انترفيس يعني انترفيس مش حقيقي ما فيهوش فيه كمبات بس بعمله عشان يشارك في عمليات انتخابات معينه.
حلو؟ الانترفيس النور باك او اللوجيكال انترفيس بيكون دايما السمت ماسك بتاعه 4 دي 55. بالشكل ده. ومش شرط تعمل له شت داون، انت اول ما تكريت قوم اعمل له شت داون على طول. بس ممكن بعد كده اخليه شت داون وارجع اعمل له شت داون، بس الطبيعي انا اول ما اخش عليه اقول له مش محتاج شت داون. اديله واجيبه بس. لكن لو انت عملت له ايدك شت داون تقدر تعمل له شت داون عادي خالص، واعمله مع بعض. تقدر معلش انا بس هو اللي بعد اللوك باك واحد او زيرو رمضان على الانترفيس يعني واحد او رقم ده رقم مش رقم دي عشان لو عرضت اكتر من لوك باك فده يبقى واحد ده اثنين ده ثلاثه ده اربعه اخرج رقم بس فده اللوك باك ده بنسميه لوجيكال انترفيس يعني انترفيس ملوش وجود في الحقيقه وهم ولكنه انترفيس ليه كل الصلاحيات جوه الراوتر وبياخد ار بي وعمل له شت داون وشت داون وشالت انتخابات وعمل كل الكلام ده حلو؟ الاو اس تي اف يحب ده اكتر من الفيزيكال بالنسبه لانتخابات الراوتر اي دي. طب ليه؟ هقول لك ليه؟ لان ده مور ستيبل مستقر اكتر. انا عملته في ايدي عمره ما هيقع الا لو انا قلت له شت داون ايدي. لكن الفيزيكال لو حد عدى وخبط الكف شاله بقى شت داون او حتى او عمل ريستارت او حصل فده التاني ده مور ستيبل اكتر. لو هو اصلا مش موجود فيقع ازاي؟ ما يقعش الا لو انا قلت له شت داون. فده اهم بالنسبه للوسط. فلو دولك موجودين بس هيختار الاعلى. طب حطيت ده خلاص مش هيبص على ده. يقوم واحد ضعف. هتقول لي مع ان ده واحد ده دول اعلى. دول ضد دول. ده ده خلاص. معايا؟ طب لو جه اكتر من واحد ده يقارن ما بين الاعلى فيه. فاهمني؟ يعني عملت واحد تاني. انا لو عملت واحد تاني كده انترفيس لوب باك تو باك ده واحد منهم قمت قايل له اي بي ادرس اه مثلا اثنين وطبعا دايما لما دي 55 اربع مرات عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه ياخد ايه فيهم؟ هياخد اعلى لوجيك مش هيبص على الرسم. طب ما فيش الاثنين دول ياخد اعلى كده وصل؟ ده عشان في الاخر ياخد الرقم ده يبقى اسمه ايه؟ راوتر اي دي. ده بيبقى عنوان ما بين الراوترات يكلموا بعض دي فكره الراوتر اي دي. طيب طبعا لو انت عملت ستاتيك خلاص طز كل دول لو موجودين الاربعه موجودين مش هنبص لهم لان النتورك كان يسكريتور قمر خط بس بناء على ذلك ماشي؟ لكن ده لو انت ما قلتلوش ستاتيك هو هيعمل ده. ماشي؟ طب نرجع الكلام بقى، احنا اصلا كنا بنتكلم على انتخابات الدي ار. فقلنا الدي ار على اساس الاعلى من ايه؟ فالريورتي واقف على حته ايه في يختار؟ لو الفالريورتي كلها واحد يختار على اساس ايه؟ انا بيختار على اساس الاعلى دي في الريورتي. يعني معك طبعا الراوتر دي حاجه لوت عن كل راوتر بالطريقه دي بعد ما كل راوتر طلع اعلى اي بي لوجيكال او اعلى اي بي فيزيكال وقال لك انا الراوتر اي بي بتاعي كذا نبدا بقى نقارن ما بين الراوتر ده والراوتر ده والراوتر ده انت اربع حاجات اربع اثنينات انت اربع خمسات يبقى انت هتبقى الدي ار الاربع اثنينات انت البي دي ار هتفهمني؟ طب والباقي؟ حلو انا طلعت عليها دي انت الانترفيس دي ار اخر اسمعني يعني يا اما دي ار يا اما بي دي ار يا اما دي ار اضر بقيت الاضرار زي كده في الاس تي بي كنا بنقول الروت بريدج لو الباقي صح كده ده يبقى ده كام؟ الروت بريدج الباقي معاه الروت بريدج يا اما ده دي ار وده بي دي ار طب والباقي دي ار اضر تمام كده؟ تقريبا انا كده يعني خدت معظم المفاهيم اللي انا عايزها. لو فهمت اللي انا قلته ده هترتاح في الجاي كله. خلاص؟ دي فكره الاو اس بي اف وزي ما انت شايف بروتوكول لذيذ قوي. خلي بالك الاو اس بي اف كلامه كتير لكن برمجته بسيطه.
يعني انت ممكن نقعد نتكلم نشرح الوايت بيبر مثلا في محاضرتين، لكن ننفذه ممكن في ربع ساعه ماكسيموم. فالكونسبت هو اللي عايز تفهم وفي كلام كتير، لكن انت الفعل امر تك 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 خلاص كده. تعالى اوريك ازاي نقوم الاوس بي اف على شبكه، وخد بالك ان الشبكه هنا بتنقسم الى نوعين في الاوس بي اف. الاوس بي اف الاوس بي اف بيعمل على الشبكه لو بالحاله دي، شايف الحاله دي الاحمر ده ايه؟ كابل سيريال. كابل السيريال ده في منه في السويتش ولا ما فيش؟ يعني كاجهزه السويتش فيه نفس الكابل ده ولا لا؟ السويتش ما فيهوش كابل، الكابل ده موجود في الراوتر بس. يعني لما يطلع من الراوتر يبقى لازم اخره الناحيه الثانيه راوتر. ما ينفعش اجيب سويتش في النص واقوم مطلع تفريعه واعملها شبكه بنسميها هابرد سبوكس. راوتر رئيسي وفي النص فيه سويتش وراوترات. لا ما ينفعش. اما لو الشبكه بتاعتي استخدمنا الكابل ده بكابل مثلا كروس، ساعتها اقدر احط السويتش في النص واطلع ده فيها، صح ولا لا؟ فعشان كده بسمي الشبكه لو فيها كابل سيريال كده كلمة point to point network. كلمة point to point network. point to point network يعني شبكة بكابل سيريال. يعني طالعة من نقطة من راوتر رايحة على راوتر، ما ينفعش تطلع على أكثر من كده. الشبكة في الحالة دي لو شغلت عليها اوس بي اف، ركز معايا، مش هيبقى في حاجة اسمها دي ار ولا دي ار. أصلا. ليه؟ لان انت الدي ار والجي دي ار دول بتوع ابديتس لتنظيم عمليات الابديتس. طب ده انا كده مفيش اللي انا قلته بوينت تو بوينت، سعادتك عندك ابديت هتبعته لي وانا عندي ابديت هبعته لك، محتاجين وسيط ويجمع يجمع من مين؟ ما مفيش اللي انا قلته. فيبقى ساعتها الشبكه دي مش هيحصل فيها انتخابات ولا دي ار ولا دي ار. طب امال لو شبكه كده بالشكل ده، الانترفيس ده رايح على سويتش وانترفيس الثانيه، تمام؟ هنا بقى محتاجين واحد في الاربعه دول يكون دي ار، واحد يكون دي ار، والباقي دي ار اذرز. يعني هنا بس اللي هيحصل حته انتخابات الدي ار والبي ار. يعني افهم من كده ان جوه الاريا الاحمر عشان يحصل انتخابات دي ار وبي دي ار لازم يكون في سويتشات في النص مجمعه الراوترات دي مع بعض. الراوترات دي مش دايركتلي كونكتد ببعض كابلات سيريال، لا. حد فاهم اللي عايز اقوله؟ جوه كل اريا في سويتشات كبيره مجمعه رابطه الراوترات دي ببعض، وبناء عليها نعمل انتخابات دي ار وبي دي ار. الموضوع مش الشكل ده، الشكل ده هو الفلات نتورك على فكره. دي الفلات. فالموضوع مش كده. طيب لو استبدلت كابل السيريال ده بنفس الشكل الفلات، خد بالك، بكابل كروس عادي، كابل كروس دوت شبكته برضه بيبقى اسمها برودكاست نتورك، اللي هي الكلمه دي. خلي بالك الشبكه دي اسمها برودكاست نتورك عكس بوينت تو بوينت نتورك. يعني دي اسمها بوينت تو بوينت نتورك، طب لو بالشكل ده اسمها برودكاست نتورك او مالتي بوينت نتورك. لو انا شلت الكابل ده وحطيت كابل كروس، مع انها برضه تطلع من راوتر لراوتر، بس برضه هيبقى اسمها برودكاست نتورك، لان الكابل اللي هو الجيجا ايثرنت اللي هو الكروس ده ممكن يتحط في النص سويتش، فهتبقى ساعتها دي ار والتاني بقى بي دي ار. دي فكره. طب بص الحاله الاخيره دي، الكابل الاخير ده طالع على سويتش بس طالع على بي سي، الاتجاه ده هيشتغل عليه اوس بي اف برضه، تمام؟ الكابل ده نوعه سيريال ولا كابل عادي جيجا؟ يعني شبكته بوينت تو بوينت ولا برودكاست؟ ها؟ برودكاست مش بوينت تو بوينت. لان انا ممكن السويتش ده اشيل بعد منه البي سي واحط راوترات. يعني هنا هيحصل انتخابات بي ار وبي ار ولا لا؟ هيحصل. لان الانتخابات ليها دعوه بالكابل، نوعه ايه؟ بغض النظر مين الناحيه الثانيه. طب لما يحصل هنا انتخابات دي ار وبي ار،
لما بيشغل الراوتر ده والناحيه الثانيه بيشغل الكمبيوتر، عارف ايه اللي هيحصل؟ الراوتر ده ينتخب نفسه هو الدي ار، ومش هيبقى حتى في بي دي ار لان مفيش حد يرد عليه. دي الحالات اللي انت هتشوفها في العمل. طيب محتاج اوريك الكلام ده بقى عملي عشان نبدا نوصل. يلا بينا نبدا مع اعمل لك شبكه سريعه من هنا. يلا عايزين بريك شويه صغيرين ولا بلاش احسن وكمل؟ بس طيب بس ممكن يكون بريك صغير؟ اه يعني ماكسيموم ربع ساعه؟ لا 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 كتير ربع ساعه كتير ربع ساعه بيطلعني فوق قوي وبعدين ماشي الكلام ده ماشي ربع ساعه بتاعتك يلا ناس الاونلاين بريك ربع ساعه وتعالوا ننفذ بقى ايه العمل، هتلاقي العمل اسهل من كلام احنا قلناه خالص. بس كلام احنا قلناه مهم طبعا. نعمله فلات اللي هي البوينت بوينت نتورك وبعدين نعمله البرودكاست نتورك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي نركب كابل سيريال؟ الاول تعال نحط الجهازين، شايفين شاشتي صح؟ طب انا هركبه دلوقتي حالا اهو واشوف ازاي نركب كابل سيريال ونتعامل معاه ونديله اي بي. الشاشه حضرتك باينه عندنا بس ثابته مش حاجه بتطلع خالص. ايوه الشاشه ثابته ازاي؟ طب عند كله يا جماعه الاونلاين كده ولا؟ مالها؟ طب الباقي بقيه الناس الاونلاين عندهم شاشه ثابته ولا بتتحرك؟ الناس الاونلاين طب كده انا فاتح حبك التليفون طيب بس كده هنخش كده زوم ان نقفل الراوتر شايف شاشتي اهو ونسحب كابل كارت سيريال اهي ونشغل وهنا نقفل الراوتر ونفتح هنا ويلا بينا بقى نمسك كابل من الكابلين الحمر دول اللي عليه علامه الساعه ده معناه لو سحبتي من ناحيه تبقى دي اللي فيها الكلوك ريت تمام؟ تعالى نعملها في النص عشان خلي نبدا من هنا عشان دي يبقى فيها الكلوك ريت وليكن 0 على 1 على 1 مع 0 على 1 على 1 ونسحب برده من هنا الكلوك ريت 0 على 1 على 0 مع 0 على 1 على 0 عشان ما نطهرش يبقى الاثنين كلوك ريت في الجنب في الراوتر في النص يعني يلا نقوم الشبكة دي سريعا سريعا يلا بسم الله الرحمن الرحيم هي 0 على 0 على 0 نو شت داون اي بي ادرس
بص كده ماشيها ايديات ازاي؟ نمشي ده 192 واحد ده 2 2 3 1 ضرب 4 وده 1 2. طيب دي الايبات اللي انا نفذها. طيب يلا كده يعني احنا كده شغلنا ده بس شغل الثاني اللي هو السيريال كان اسمه انترفيس اس 0 على 1 هون هقول له نو شت داون راوت جهاز تمام الراوتر اللي في النص ام ار 2 انترفيس اس 0 على 1 على 1 نو شت داون اي بي ادرس 192.168.2.2 على فكره هو ده اللي اشتغل معايا اللي هو الجنب ده ناقص بس ان انا اديله الكلوك ريت عشان ده فيه كلوك ريت الفرق الوحيد بتاع السيريال كلوك ريت وديفولت فاليو 64000 الحقيقه الرقم ده الاي اس بي هو اللي بيقول لك خلاص نخش بقى على انترفيس اس 0 على 1 على 0 هقول له برضه كلوك ريت وهقول له يبقى 3 1 خلصت الثاني الاخير شفت الموضوع بسيط ازاي كده بنو شت داون كده انا قومت كل الشبكه دي تمام التمام ودي اول شبكه جديد فيها على راوترين خلي بالك اول مره نحط 3 راوتر انت بقى ممكن تحط 100 راوتر هتعمل نفس اللي انا هعمله ماشي هل ينفع بينجي من هنا لاخر واحد؟ ينفع مني من الاول كده لاخر واحد؟ اكيد لا لان كل راوتر بيشوف الدايركتلي كونكتد بس يعني لو دخلت هنا شفت ال تيبل شو اي بي راوت اي بي راوت هتلاقي شايف شبكه كام وكام؟ 1 و2 دي لان انت اهو 1 و2 طب ده هيشوف كام؟ 2 و3 طب ده هيشوف كام؟ 3 و4 صح كده؟ بس دي يلا بقى الاول هوست اف وشوف مدى بساطه الكونفجريشن بتاعه خش كده على اول راوتر 1 و2 اوكي
خش على الكونفيجريشن مود واكتب يلا راوتر او اس بي وتديله رقم. الرقم ده بنسميه البروسيس اي دي. الرقم ده بنسميه بروسيس اي دي، اي رقم من 1 لحد 65535 انا هسميه 1 مثلا. وانا بفضل ان الرقم ده عشان ما تلخبطش نفسك تكون واحد، على فكره هو في ممكن يكون اكتر من رقم ويتكلموا بعض عادي، بس الافضل ان انت تخليه واحد عشان التنظيم. وهقول لك ليه، راوتر او اس بي في واحد دخلت تحت منه، وعلى فكره دي طريقه برمجه اي راوتنج بروتوكول، بتبدا بكلمه راوتر ريبر، راوتر اي اي جي ار بي، راوتر او اس بي. فكلمه راوتر دي بتبدا بيها اي برمجه اي بروتوكول. قلت له راوتر او اس بي اف واحد، انا كده دخلت تحت الكونفجريشن مود بتاع الاو اس بي. هعرف له الشبكات اللي على اليمين وعلى الشمال، بس ما بعرفلوش الشبكه البعيده زي اللي في الاستاتيك ده. انا بعرف له الشبكات الدايركتلي كونكتد اللي يشتغل هو عليها. فهو مايل له نتورك وقايل له معكوس السبنت ماسك بتاعها، هي دي مش 3 تي 55 0 هخليها 0 تي 55. هو يقول لك لو انت هتعمل سنجل اريا يفضل ان انت ترقمها باريا 0 وخلاص. اريا كان ممكن اخليهم اريا 1 اريا 2 براحته لوحدها، بس خليها اريا 0 ده البيست براكتس لو هي اريا 1. الرقم ده خلي بالك بنسميه وايلد كارد ماسك. وايلد اهو وايلد كارد ماسك، او ساعات بيسموه وايلد كارد بيتس، وده بيبقى معكوس السبنت ماسك تمام، او بيبقى عباره عن السبنت ماسك سمت ماسك بتاعك ناقص مثلا ممكن يكون معمول سبنيتنج وبي ال اس ام وشغل. فانا مثلا بقول لك دلوقتي انا بقول لك السبنت ماسك بتاعي كده كلاس ايه؟ ده السبنت ماسك. الوايلد كارد ماسك كده ايه؟ هتطلع 255 الوايلد كارد ماسك 255 4 1 هتبقى ايه؟ بالعكس 0 احنا عملنا غلط. طبعا ده كده صح. هقول لك كويس انا غير الوزن. لو انا عندي الصمت بلس كده بلس سي هطرح من 55 4 صح ده الصح ده الصح هتفهم. طيب لو عامل سبنيتنج
ده هو يعمل سبميتنج. ده هو هيعمل سبميتنج. مثلا واحد في كلاس سي بس مستلف. مستلف اثنين 203 اللي هو الفرد المصري. هي نفس الفكره. حط دي 55 دي 55 دي 55 دي 55 هيبقى 0 0 0 بس زيادة كام؟ أنا أصلي تقريبا أنا أصلي دي طريقة إيجاد الوايلد كارد مصر وهو خلي بالك هنحدود تفصيل أكتر في الدرس الجاي اللي هو بتاع الأكسس كنترول ليست. أصل الوايلد كارد مصر ده أنا ممكن أمسك بيه جهاز أو مجموعة من الأجهزة أو شبكه من بس هي مش وقتها دلوقتي فخليها المره الجايه. لكن انا دلوقتي خلي بالك عملت حاجه غلط هنا. حد فاهم الغلطه ايه؟ بص كده المفروض اهو. طب ازاي اصلح الموضوع ده؟ حط لو بس قبل ما نعيدها تاني بقى صح؟ دي 55 واحد. عيد نفس الموضوع على الشبكه الثانيه، انا هعرف شبكتين صح؟ بس كده صح. ده اللي انا عملته اللي عايز ينقل. الراوتر ده شابك شبكتين واحد واثنين. قلت له كده نتورك 192.168.0 وده الوايلد كارد ماسك ونزل. اعمل نفس اللي عملته دوت في الراوترز الثانيه. وخلي بالك حتى الان الاو اس بي اف يعتبر ما قامش. ليه؟ لان لازم كل اثنين يردوا على بعض. يعني الراوتر ده الثاني يرد عليه يعملوا جيران نيبو. لما اعداداتي تتساوى مع اعداداتك نكون علاقه اجيجنس. دلوقتي انت قلتها من ناحيتك انت، طب الناحيه الثانيه؟ مفيش من طرف واحد كده لسه. اشتغل هنا بس مفيش علاقه لسه. يلا اوريك الناحيه الثانيه. يلا ده الراوتر ده ده عليه اثنين وثلاثه بقى، شبكه اثنين وثلاثه. الشبكه الثانيه اللي هي بص قامت علاقه على طول قبل ما اعمل الشبكه الثانيه. شايف اللي طلع ده؟ بيقول لك ادجيجنس بروسيس 1 نيبور عمل جرجار اهو، شاف جارلي 2-1 اون سيريال كذا. والعلاقه بتاعتنا بقت فول فول يعني نتبادل كل المعلومات. طيب ثلاثة ما انا مشبوك مع اثنين وثلاثة هنا في الخط. لسه مش هتقوم علاقة عشان عايز الناحية التانية. بالظبط كده. يلا نروح للأخير، الأخير ما تبتلمت علاقة يقومها. إكزيت. ممكن ما أعملش إكزيت، من وأنا تحت الإنترفيس أتحول عادي، أقول له راوتر. أو إس بي إف. أو إس بي إف. الكتاب مش هيبقى شغال، لو أنت في مكانك الكتاب بس مش هيشتغل. أنت تكتب الأمر بالكامل. كده أنا اتحولت، أقول له نتورك كام؟ 3 و4. هي زيرو كده هي اول علاقه لان الثلاثه اشتغلت من ناحيتين كده مشتبك. دي بس وقتها اول علاقه. خدت بالك؟ اول ما اعتقد الاشعار ده قال لك شفت نيبو الكاسي كويس. على كل شبكه اقدر ابينج من الاول للاخر وتعالى نجرب. ده 4 2 وده 1 2. تعالى نجرب نبينج على 4 2 اخر جهاز. دي الوقت. ما اعتبرش الاجهزه عليها؟
يلا مين تاني؟ تمام؟ كده كل دول اشتغلوا مع بعض. ولو 1000 راوند مفيش اي مشكله. طيب شويه اوامر بقى خفيفه سريعه، عايز اشوف الراوتنج تيبل شايف الهو سبير جواه ازاي. فالمفروض ان انا لو جيت في الراوتر الاولاني وعملت شو اي بي راوت هيشوف شبكتين دايركتلي كونكتد اللي هي دي ودي، مع انه شايفهم هو سبير صح؟ عشان انا اصلا لما برمجت الهو سبير قلت له على الشبكتين دول، هو شايف الشبكتين الدايركتلي كونكتد بوجهتين نظر، دايركتلي كونكتد هو سبير، فهيسجله في الراوتنج تيبل بالدايركتلي كونكتد، لان الدايركتلي كونكتد الادمنستريتف ديستانس بتاعها بصفر، اما الهو سبير بكام؟ 110. لكن هشوف الهو سبير بقى مين؟ البعاد 3 و4. تعالى نشوف، يلا نعمل شو اي بي راوت ونشوف. راوت شايف واحد ايه دايركت كونكتد، وشايف اثنين دايركت كونكتد، وشايف ثلاثه واربعه بحرف الاو اللي هو ايه؟ الاو اس بي اف، وايه 110 دي الادمنستريتف ديستانس. طب ايه بقى 128 و129؟ ده المترك، ده حسبه الكوز، ان شاء الله هناخدها المره الجايه، لان انا لسه المحاضره الجايه كامل اوس بي اف، ويا رب نلحق نخلصه كمان الجاي وما اخشش على بعدها، لان الموضوع لسه كبير. بس سهل زي ما انت شايف، والكونسبت انت خدته النهارده خلاص، الباقي هيبقى امبلمنتيشن مختلف بس. وبيقول لك ان انا عرفت ده فايا جاري 2 2 2 2، ده جاري نيبل بتاعي، علاقتي بيه بقى لها دقيقتين وشويه او دقيقه وشويه على السيريال ده، السيريال اللي عندي الرقم. طيب لو انا حبيت اشوف الثلاثه تيبل ده كده، اول تيبل في اثنين تيبل تاني، حد يفكرني بيهم؟ النيبور تيبل والتوبولوجي. النيبور تيبل اوريدي جراني اسمه شو اي بي او اس بي اف نيبور، شو اي بي او اس بي اف نيبور، ده المفروض يقول لي جراني. انت هو دايركتلي كونكتد 1 0 اثنين الشبكه الثانيه. اثنين؟ اي النيبور بتاعي ايه يا شباب؟ 3 1. وعلى فكره انا هنا فين؟ انا هنا ده صح؟ فالنيبور بتاعي اكيد مش السويتش ولا الراوتر، النيبور بتاعي الراوتر الثاني. دايركت كونكتد وعليه نفس الموضوع. طيب هو ليه قال لي 3 1 ما قاليش 2 2؟ ركز كده. قال لي 3 1، عارف ليه؟ لان ده اسمه النيبور ايه؟ اللي هو الراوتر اي دي يعني. طب ما الراوتر اي دي بتاع ده هيبقى ايه؟ ده الراوتر الاي دي بتاعه عليه 192 168 22 192 168 31، مين اعلى اي دي في الاثنين؟ 31، فهو ده الراوتر الاي دي. زي ما انا كده الراوتر الاي دي بتاعي من غير ما اعرف هو 2 1، زي ما الاخير 4 1، فاهمني؟ فهو كلمك على النيبر مش الاي دي بتاعه، ده الراوتر الاي دي بتاعه، حتى لو انا كنت بغيره خلاص. وان شاء الله هنتكلم على العلاقه بتاعت فوق دي المره الجايه. طيب في كان عندي انت عشان قلت المره الجايه لما حتى هم عمري ما اسقط امر اسمه شو. احنا قلنا عندنا بس بيبدا تابيز ده التوبولوجي، وده المفروض موحد في كل راوتر، نتيجة الأمر ده في كل الأريا هتبقى نفس النتيجة. شايف بيها كل الشبكات عن طريق برضو الـ ID بتاعتها. طيب في أمر مهم جدا بيعرفك إيه البروتوكول اللي شغال على الراوتر. خلي بالك أنت ما عملتش شو رن هتشوف البروتوكول. لو كنت مبرمج بروتوكول هتشوف شو رن أو شو رن. راوتر هو اس بي اف 1 وادي النتورك كذا كذا كذا. بس في امر انت لو عملته بيوريك شغال بمعلوماته. يعني هنا مثلا انا مش عارف الراوتر اي دي. طيب مهم جدا شو اي بي بروتوكولز. شو اي بي بروتوكولز الامر ده
ايه البروتوكول اللي شغال؟ قال لي يو اس بي اف 1 تمام؟ وقال لي الشبكات المرتبطه بيا ايه؟ تمام؟ وقال لي الراوتر اي دي بتاعي اهو، خدت بالك؟ اصل انا عليا اثنين اي بي، واحد واحد واثنين واحد، فاثنين واحد اعرف. ده الراوتر اي دي. وتاني اهم امر ممكن تعمله. انترفيس وليكن جيجا 0 على 0 على 0 مثلا. الامر ده خطير. خلي بالك انا كل امر قلت لك حتى الان شو هات. شو اي بي رام، شو اي بي بروتوكول، شو اي بي او اس بي اف داتابيز، شو اي بي او اس بي اف نيبرز، شو اي بي او اس بي اف انترفيس. ده بيعرفك ايه؟ بيعرفك البروسيس اي دي 1، الراوتر اي دي، الاريا، بيعرفك نوع الشبكه. نتورك تايب برودكاست ولا تبقى ايه تاني؟ يا برودكاست ايه؟ نتورك تايب يا بوينت تو بوينت. بما ان ده جيجا يبقى هي برودكاست. الكوست بتاعك، البريورتي بتاعتك. بيعرفك كمان الدي ار والبي دي ار. بما ان انا الشبكه دي طالعه على سويتش فاعتبر ان هو الدي ار الديزجنيتد راوتر هو انا 2 1 الراوتر اي دي بتاعي. وقال لي مفيش موجود غير. طب تعالى اعمل نفس الانترفيس الثاني كان اسمه سيريال 0 على 1 على 1. قال لي نوع الشبكه دي يا شباب؟ طبعا البوست هيختلف. هنا بقى انا هتدور على دي ار وبي دي ار مش هتلاقي. مفيش اي معلومات عنه لان مفيش خدمات. مفيش. تمام؟ وادي الراوتر عادي. ما هو كل سيجمنت دي شبكه. مش انا هنا دي شبكه باي بي ودي شبكه باي بي. دي شبكه ودي شبكه. ما تكلموش بعض. دي حاجه ودي حاجه. ليها اعدادات ودي ليها اعدادات. خلاص؟ طيب. كده جميل النهارده نكمل النهارده. تعالى افتح. 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 اللي هو ارم ده؟ بارت ثانية واحدة كده؟ اه بارت 2 اهو اهو الوقت انتهى فاستنى ثواني ريفرش الفاينل بالنسبه لك 3